السلام عليكم، أعزائي الطلبة، معاكم باشمهندس أماني مصطفى، قسم ميكانيكا. النهاردة هنتكلم عن درس الفيت والتولرنس. زي ما خدنا في الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن المصطلحات للفيت والتولرنس والأهمية بتاعتها وأهمية التولرنس. النهاردة هنستكمل درس الفيت والتولرنس في مديول 3، يعني إيه دايفيجن. وقلنا إن معنى دايفيجن هو نفس معنى الليمت، معنى أصح إن أنا حبيت اجيب لكم معنى الليميتس عشان تبقى معاكم التعريفين. الماكسيمم والمينيمم بيرميشبل سايز ويز ويتش از اكتوال سايز اوف ذا كومبوننت وايز ار كولد ليميتس. يعني ايه؟ يعني اكبر واقل حجم مسموح بيها للاكتوال سايز، للحجم الاساسي بتاعي، ده يسمى الليميت. ناس كتير بتتلخبط بين الهول والشافت، او بمعنى صح الانواع الفيتس المختلفه. الرسمه دي بتوضح. احنا مسكنا لو اول رسمه هنا ثبتنا الشافت، ان الشافت بتاعك هو الاساس، وعلى اساسه هنشوف الهول شكلها ازاي. فانت لو عندك الكليرانس فيت، اولا نشرح الرسمه دي معناها ايه. الخط اللي احنا شايفينه ده خط الزيرو لاين. خط الزيرو لاين زي ما احنا عارفين هو الديتم او المرجع اللي بقيس منه البيزك سايز بتاعي، اللي هو الحجم القياسي بتاعي للهول. فانا خدت الزيرو لاين وهنا الشفت من تحت اللي هو انا عايزه اقيسه بالنسبه للهول، تمام. فلو كان كليرنس فيت هتلاقي ان الهول اعلى من الزيرو لاين، فكده يبقى كليرنس فيت. لو هما الاثنين في نفس المسافة أو هما الاتنين مع بعض داخلين، يبقى ده transition fit، إن بمعنى صح إن الشافت أكبر من الهول في الـ upper dimension، في الـ upper deviation، فبالتالي أنت خدتها transition fit. لو interference fit هتلاقي إن الشافت زي ما هو عند الزيرو لاين، بس الهول هي اللي أقل منه. بمعنى صح إن أنت لما جيت تدخلهم في بعض دخلتهم عن طريق الطرق، دخلتهم بطريق قوي، تمام. ده بالنسبه لو احنا مثبتين الشافت. طيب احنا لو مثبتين الهول، ادي الهول بتاعتي وادي الزيرو لاين، وانا عايز اشوف اتجاه الشافت بالنسبه لها هيبقى ازاي. اول حاجه لو كليرنس فيت هتلاقي ان الشافت تحت الزيرو لاين. يعني ايه؟ يعني ان الهول بتاعتي اكبر، او السماحيه اللي فيها اكبر من سماحيات الشافت، فبالتالي نزلت عن الزيرو لاين. طيب الترانزيشن فيت يعني ايه؟ قلنا ان هما الاثنين بيبقوا داخلين في بعض، سواء لو كانت ترانزيشن فيت، سواء لو كانت كليرنس فيت او انترفيرنس فيت. الترانزيشن بيمشي النوعين. طيب انترفيرنس فيت هتلاقي ان ادي الديتم بتاعي اللي هو زيرو لاين، وادي الهول بتاعتي اللي احنا قلنا مثبتينها عند الزيرو لاين، لقيناها ان الشافت اعلى منها. بمعنى صح ان الاوبر ديفيجن او الاوبر ليميت للشافت اعلى بكتير من الهول، وبالتالي دي انترفيرنس فيت. يعني ان انت لما تيجي تدخله في الهول هتحتاج قوه خارجيه، تحتاج الطرق او الكالكوليشن. الهدف الاساسي من الفيت والتولرنس ان انت ازاي تعرف تعمل حسابات للفيت والتولرنس بتاعتك في الرسمه. معنى اصح تعرف تطلع القيم بتاعه السماحيه المتاحه ليك علشان تنتج المنتج بطريقه صح. طيب الابر ديفيجن زي ما احنا قلنا، الابر ديفيجن بيرمز له بالاي اس او اللي هو الابر ليميت، اللي هو زي ما احنا شايفين ده اللور ديفيجن او اللور ليميت للشافت، اللي هو من جوه، اللي هو بنرمزه بالاي اي واللي هو من جوه، تمام. الاي اس ده بالنسبه للهول، وده الابر ديفيجن للهول او الابر ليميت للهول اللي هو ده، تمام. اللور ديفيجن اللي هو الابر ليميت اللي هو الاي ال اللي هو ده، حلو. طيب انا عايزه اعرف القيمه السماحيه بتاعتي بالنسبه للهول او الشفت، هاخد القيمه بتاعتي وانقص من الجراد او القيمه اللي مديهاني اتعامل بيها سواء للهول او للشفت. ده جدول للتولرنس، بيبقى مديهولك ده جدول للتولرنس. الفكره كلها ان هو ممكن يبقى مديك رسمه وكاتب في الجدول، الجدول بتاع الرسمه من تحت القيمه بتاعه العنوان ده، او بمعنى اصح دين ايزو 286 وهكذا. فانت تدخل في الكتاب على الجدول ده وتطلع منه الدرجه بتاعه التولرنس، على اساس هو بيبقى محدد لك اي تي 1 اي تي 2 اي تي 3، وعلى اساس القطر بتاعك اللي هو النومينال دايمنشن رينج.
بالمليمتر، تمام؟ انت بتختار على اساس ان كان بالمايكرو، لو كانت الابعاد عندك بالمايكرو او بالملي. احنا خدناها دي بالنسبه دي عامه، لو كان مش محدد، لو كانت للشفط او للهول ومديك تولرنس فانت بتدخل تجيبه. لكن هنا لو كان عايز التولرنس للشفط بتعمل ايه؟ بيبقى محدد لك سواء للابر ديفيجن، يعني للابر ليميت، او للور ليميت بالمايكرو مليمتر. فانت لما تيجي تحولها تضربها في 10 اس سالب 6، وعلى اساس برضو القطر بتاعك انت بتدخل الجدول وبتختاره القطر بتاعك. اول مثال النهارده هنتكلم فيه هو الهول. هو مديك الهول القطر بتاعها 50 بلس 25 بلس 0، والشافت مديك 50 بلس 500 و5 من 1000 بالمليمتر. طيب الهاي ليميت ان انت تمسك الـ50 وتجمع عليها الابر ليميت، حلو جدا. اللور ليميت هتاخد الـ50 وتجمع عليها القيمه اللي من تحت. التولرانس، الهول تولرانس، التولرانس قلنا ايه؟ قلنا ان هو الفرق الجبري بين الماكسيمم والمينيمم، اللي هو الفرق الجبري بين اعلى قيمه واقل قيمه للحدود بتاعتي. فهتبقى 50 و25 من 1000 ناقص 50، فتطلع لي ان الماكس الهول تولرانس 25 من 1000، يعني مليمتر، يعني 25 في 10 اس سالب 6. طيب الشافت الهاي ليميت بتاعتي الـ50 والـ5، احنا قلنا هناخد الـ50 ونزود عليها الابر، واللور اللور ليميت هناخد الـ50 ونطرح منها الـ50 ونزود عليها اللور ليميت. اما نيجي بقى التوليرنس، اما نيجي التوليرنس يبقى نطرح الابر ليميت ناقص اللور ليميت، او الهاي ليميت ناقص اللو ليميت. فالفرق بين الاثنين بيديك قيمه التوليرنس، وما تنساش ان انت لازم تحاول تضرب 10 اس سالب 6. طيب في نقطه، النقطه دي مهمه جدا ناخد بالها منها، ناخد بالنا منها كويس جدا. هو بيديك المساله ليه؟ علشان عايز يعرف نوع الفيت الموجود، سواء كليرنس فيت، انترفيرنس فيت، او ترانزيشن. فانت عشان تعرف بتعمل ايه، بتاخد الهاي ليميت للهول، يعني القيمه دي اللي هي 50 و25 من 1000، والهاي ليميت للشافت اللي هي 50 و5 من 100، وتطرح الاثنين من بعض. الالونس الفرق بين الهاي ليميت او الابر ليميت للهول ناقص الابر ليميت للشافت يديك الالونس، اقصى سماحيه مسموح بيها اللي هي 50 و25 من 1000 ناقص 50 و500، اداك الانترفيرنس بالسالب 25 من 1000. يعني ايه سالب 25 من 1000؟ يعني ان السماحيه بالسالب، بمعنى اصح ان الشافت عشان يدخل بالهول كان محتاج قوه خارجيه تضغطه، او قوه تضرب عليه من بره علشان يدخل، عشان يديك قيمه بالسالب. يبقى النوع ده ايه؟ انترفيرنس فيت. الاكزامبل الثاني بيقول لك ان الهول بتاعتك 30 و5 من 100، واللور ليميت 0، الشافت 30 وسالب 2 من 100، والهاي واللو ليميت 5 من 100. حلو. طيب يبقى نجيب الهاي ليميت، يبقى هنزود، يبقى 30 و5 من 100، اللو ليميت كذا، التولرنس يبقى 5 من 100، اللي هو دي ناقص دي هتديك 5 من 100. الهاي ليميت للشافت هتبقى 50 ناقص 2 من 100، هتديك القيمة دي، 50 ناقص 5 من 100 اللي هي القيمة دي هتديك دي. التولرنس طرحت الاتنين من بعض، طرحت القيمة دي ناقص القيمة دي، طلعت القيمة بالموجب. حلو جدا. أنا عايز أجيب الألونس، عملت إيه؟ جبت الهاي ليميت للهول ناقص الهاي ليميت للشافت، إيه اللي حصل؟ طلع لي القيمة بالموجب. حلو جدا، لقيت القيمة بالموجب. فأنا عشان أتأكد أطرح اللو ليميت للهول ناقص اللو ليميت للشافت، أما أطرح الاتنين من بعض لقيت القيمة برضو بالموجب، الألونس. يبقى ده نوع إيه؟ يبقى كليرنس فيت، معنى أصح إن الشافت داخل في الهول، في سماحية في الحركة بينهم. المثال التالت زي ما احنا شايفين هنا، انت عندك قطر 25، عندك قطر 25 الزيادة بتاعته 400 وهنا 0، الشافت 25 من 100 والزيادة بتاعته 6 من 100، ده الهاي واللو 400، جبت الهاي ليميت وجبت اللو ليميت وطرحت بين الاتنين، طرحت بين الهاي واللو، طلعت القيمة بتاعتي بالموجب. حلو جدا. للشافت جبت الهاي ليميت واللو ليميت، طرحت الاثنين من بعض اداك القيمه بتاعته. حلو جدا. عشان نجيب الالونس نعمل ايه؟ نطرح الهاي ليميت ناقص اللو ليميت، فطرحنا الهاي ليميت ناقص اللو ليميت، طرحنا الهاي ليميت ناقص اللو ليميت، ادانا القيمه بالسالب. ما دام اداك القيمه بالسالب يبقى ده انترفيرنس فيت، ما
ما ننساش ان احنا لازم نحاول، يعني هو مديك هنا بالمليمتر لازم اضرب في 10 اس سالب 7. ان انت عندك اتش 7 اتش 7 واس 6 على اي اساس بتطلع الجداول؟ احنا قلنا ان الهول لازم تاخد الاتش 6، تاخد الرقم، تاخد الكابيتال لتر، ف اتش 6 واتش 7 اتش 6 واتش 7 دول بيعبروا عن ان الهول بتاعتي، ان ده الرمز بتاع الهول، وده القطر بتاعي. انت بتختار على اساس القطر، حلو جدا. والرموز السمول اللي هو مكتوبه بالحروف السمول دي بتعبر عن الشافت. ده بالنسبه للبيزك هول، يعني ان الهول كانت ثابت الهول. وعندك اتش 8 واتش 11 نفس الامر، وان الحروف السمول دي بتعبر عن الشافت، وادي الاقطار بتاعتك. طيب بالنسبه للشافت بياخد ان الحرف بياخد الحرف السمول، والهول بتاخد الحروف الكابيتال، وهكذا. وده الجنرال تولرانس، يعني انت لو عندك عايز تعرف الجنرال تولرانس، بمعنى اصح ان هو لو مديك الجدول مش محدد لك الفيتس بتاعك كام، مش محدد لك كان بيستخدم اتش او ام او ان وهكذا، فانت بتستخدم الجنرال تولرانس عن طريق دين ايزو 27.68. تدخل الجدول بتختار، هو بيبقى محدد لك النوع فاين او ام او سي، او يعني لو كانت درجه التولرانس ان هو فاين ناعم جدا او وسط او خشن او خشن قوي، وعلى الاساس ده انت بتحدد لو كان لينير دايمنشن، يعني انت ماشي في اتجاه لينير خطي او انجلر ماشي بزاويه وهكذا. 25 اتش 6 جي 6 25. اول حاجه نروح للقطر، ادي القطر، نشوف نمشي في الاقطار قطر قطر. رحنا عند لقينا ان القطر بتاعي 25 بيتراوح من 24 30، يبقى حلو قوي هنا، حلو جدا. قال لك اتش ايه؟ اتش 6، ادي الاتش 6، انزل عند القطر بتاعي تمام. بعد كده راح قال لك ايه؟ قال لك جي 6، يبقى امشي باتجاه القطر بتاعي كده لغايه ما اقابل الجي 6، ادي الجي 6 وادي القطر بتاعي، حلو جدا. احنا كده جبنا سماحيه بالنسبه للهول وبالنسبه للشفط. طيب بالنسبه للهول، بالنسبه للهول يبقى هو مديك هنا 13 من 100 الابر ليميت واللور ليميت بالزيرو، ده بالنسبه للهول. بالنسبه للشفط الابر ليميت سالب 7، سالب 7 من 100، اللور ليميت سالب 2 من 100. تمام، عرفنا يا شباب؟ قال لك القطر بتاعي 55 من 100 اتش 8 اف 7، حلو جدا. القطر بتاعي 55، نمشي في الاقطار، القطر 55 بيتراوح من 55 من 50 ل 65، حلو جدا. اتش 8 ينزل اتش 8 عند القطر بتاعي، يبقى الاوبر ليميت 46 واللور ليميت 0، تمام. نمشي في نفس الاتجاه نفس الخط، لقينا عند الاف 7، حلو جدا، ننزل عند الاف 7، يبقى الاوبر ليميت سالب 3 من 100، اللور ليميت سالب 6 من 100 وهكذا. هي طريقه سهله جدا، بس هي الفكره ان انت تاخد القطر بتاعك وتاخد الليميت 6 وتاخد الرمز اللي موجود عندك وتدخل بيه الجدول تعرف تطلع القيمه بتاعته. يبقى احنا يا شباب النهارده اتعلمنا ازاي نحل مسائل على الابر ليميت واللور ليميت، وازاي نعرف نوع الفيت بتاعنا، ازاي نقراهم من الجدول. ان شاء الله المره الجايه هنتعلم ازاي نقراهم من الرسم، وهناخد السيرفس فينش وهديكم اكزامبل. وان شاء الله باذن الله تكونوا استمتعتوا وتكونوا فهمتوا. لو في اي كومنتس او حد مش فاهم اي حاجه، يا ريت يكتب التعليق بتاعته، التعليق بتاعه على اليوتيوب. وشكرا جدا، واتمنى يا رب تكونوا فهمتوا وتكون درس مفيد.